السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رافع، إحنا إن شاء الله بإذن الله بإنه ناخذ مقارنة الأعداد العشرية وترتيبها. أول شيء مقارنة الأعداد العشرية زي ما كنت أقارن الأعداد الصحيحة، نفس الحكي ما تغير علي شيء، بقارن الأعداد الصحيحة من اليسار إلى اليمين، نفس الحكي أقارن مقارنة الأعداد العشرية. قال العدد الصحيح الأول، بعدين في فاصل بينهم، وقارن اللي هو الجزء من عشرة مع جزء من عشرة، جزء من مئة مع جزء من مئة، لحد ما في اختلاف أقف، ما في اختلاف بضلني إيش مستمرة في المقارنة. اليوم إن شاء الله بإذن الله وححكي لك إياها طبعاً عن طريق كيف أقارن عن طريق لوحة المنازل، وكيف أقارن عن طريق اللي هي خط الأعداد. لكن أنا طبعاً مش هطلب منك هذا الحكي، بس أنا حابب أبدأ في الدرس تمهيد للدرس، إن أعطيك إياه بلوحة المنازل وأعطيك إياه بخط خط الأعداد. لكن أنا في الامتحانات ودائماً في عندي على طول أكبر أصغر، مين الأكبر الأصغر مين الصح فيهم، بتحطي لي دائرة أو تقولي أو بتقارني أو بترتبي ترتيب التصاعدي أو التنازلي. الآن لو أخذت أنا سؤالي الموجود في كتابي أتحقق من فهمي، صفحة 205، بيجي السؤال بحكي لي السؤال الأول، شو عندي السؤال الأول بحكي لي أمس، استعمل لوحة المنازل في المقارنة بين اللي هي فاصل صفر اللي هي يعني صحيح ما في 8.40 و عندي اللي هي 0.43. هنا بدي أقارن بين هذين الكسرين العشريين، ما الكسر العشريين يكون ليش يمس حكيت كسر العشريين؟ لأنه لا يوجد فيه فاصلة عشرية. نيجي يمس على السؤال اللي بده إياه نحكي مع بعض ونشوف أول شيء بده إياه يكون بلوحة المنازل. أنا بعرف لوحة المنازل عندي اللي هو أول شيء العدد الصحيح أحد، فيش عندي غير الأحاد، وعندي أكمل شوي صغيرة بس أخليه بشوي عشان أكتب، خليني أحكي مع بعض أحاد، بعدين جزء بعد الأحاد جزء من عشرة، بعدين جزء من مئة، مش هيك لوحة المنازل؟ نعم، عندي عددين، العدد الأول حكتبه وحكتب العدد الثاني جنبه. الآن حبدأ في كتابة العدد الأول. العدد الأول يعني أول شيء بدي أبدأ الأحاد صفر، أول الأحاد صفر فاصلة، أسف فاصلة ما حط إياها، لو حط الفاصلة كان أنا أكتب له إياها الفاصلة، ما حط لي فاصلة، حط لي عطي جزء من عشرة، معروف إنه أحد جزء من عشرة إنه في فاصلة. ليجي هون اللي هي جزء من عشرة بعد الفاصلة مباشرة، بعدين ثمانية، بعدين ثمانية. آجي أحكي يا مس إن أنا بدي أبدأ أكتب إذا هو الكسر العشري الثاني، عندي كمان صفر الأحاد، عندي فاصلة، بعدين جزء من عشرة أربعة، بعدين جزء من مئة ثلاث. تعالي معي نقارن بين هاتين العددين. نيجي نبدأ من اليسار، صفر صفر واضح مس؟ طيب بعدين أربعة أربعة، طول ما هو ما فيش اختلاف أنا بمشي في المقارنة، بضلني أقارن، إذا اختلف قف، إذا اختلف قف. صفر صفر أربعة أربعة، نيجي هون ثمانية ثلاث، ثمانية ثلاث، ثمانية ثلاث، اختلف يا مس ولا ما اختلف؟ اختلف يا مس.
في 8 وفي 3، لا تساوي 8، لكن الثمانية أكبر من الثلاث. مين هي اللي أكبر؟ مين الأكبر؟ أسيل هاي بالشكل هذا، وحط هون بينها أكبر، من الأكبر تفتح ذراعاتها لمين؟ للكبير، الكبير اللي فيه 8، الكبير اللي فيه 8 بالشكل هذا. تعالي معي ناخذ كيف على خط الأعداد. بقول لي السؤال اللي بعده، أنا طبعاً زي ما حكيت لك يا رابع إني أنا لا بطلب منك قطع أعداد، لا بطلب منك شيء، بس أنا للتوضيح عشان تعرف إيش معنى إني أنا بدي أقارن على علامة المنازل، وإيش معنى إني بدي أقارن على خط الأعداد. لما يجيك سؤال بقول لك كيف يا مس بدي أقارن على خط الأعداد؟ كيف بدي أقارن على لوحة المنازل؟ أنا حبيت إنه كتابي طلب مني هيك أعمل لك إياها. زمان أول واحد يطلب مني على لوحة المنازل، الثاني طلب مني بس استخدمي خط الأعداد للمقارنة بينها. خليني أكتب لك العدد، 1 صحيح وثمانية وثمانون من 100، وبدي أقارن بين 1 صحيح وأربعة من 10. في طلاب يابس بيقولي هاي جزء من 10 وهي جزء من 100، على طول بدي أحط هاي أكبر وهي أصغر. دير بالك بس ممكن تكون الجزء من 10 تكون هي الاكبر، يمكن تكون الجزء من 10 هي الاكبر، مش الجزء من 100. بس مش دائما يعني إيه، انا بحكي لك على انه ما تسرع وتكتب على طول. تعال معي شوي صغيره هنا. اول شيء خط الاعداد اللي قدامي بالشكل اللي انا ان شاء الله بدي اورجيك اياه. حطهم شوي صغيرة، حقول لك أنا حبدأ من هون. مين شفت كيف؟ أنا واحد بدي أمشي 1 و4 من 10، بدي أبدأ بالشكل هذا، بدي أبدأ بالشكل هذا وأعمل عندي طبعاً. بالشكل هذا، بعدين أقول 1 و5 من 10. صحيح بس تعال بعدين أكمل نفس الحكي، باخذ 1 نفس الحكي، طبعا اللي هون 10 2 4 6 8، طبعا هون 10 اللي هي 1 و6 من 10. هاي 1 و7 من 10، وهكذا 1 و8 من 10. طيب هون كمان بدي أعمل طالي معي شوية ناخد اللي هو يجي هون 1 و8 من 10. ما في 1 و9 من 10، بقول له هاي 1 2 3 4 5 6 7 8. هون شايفاها 188، يعني زيادة على 80. كمان عندي بعد كمان اللي هي بين 1 و8 من 10 و1 و9 من 10، وهون هاي اللي هي بدي هاي. واضح الحكي؟ بدي التنتين الموجودين عندي بالشكل هذا. تعالي معي شوفي مين الأكبر. إذا أنت ماشي من اليسار إلى اليمين، أكبر ولا الأصغر؟ طبعا الأكبر 188، 188 من 100، الواحد 188 من 100، يعني لو قارنت مقارنة عادية 1 و1، 4 8، على طول 8 هي الأكبر. حتى لو ما كملت مس بقارن 1 1 8 4، قف اختلف، 8 هي الأكبر. وهون بالخط الأعداد 188 1 و88 هي الأكبر.
تعالي معايا عشان نحل شوية أسئلة مع بعض إن شاء الله بإذن الله. ناخد سؤال رقم، أتحقق طبعا يا مس، أنا ما بدي أصير أعمل لي زي ما قلت لك لا لوحة منازل ولا خط عدد إلا إذا طلب مني أو إنه رسم لي إيه وقال لي كملي، بكمل له بالشكل هذا، شايفين؟ بكمل له بالشكل هذا الموجود عندي، واضح مس؟ طيب نيجي يا مس عندي يتحقق من فهمي، أتحقق من فهمي. كمان الصفحة عشان تكونوا معي 53. نيجي السؤال اللي بقول لي أطوال عمر أسامة أحمد قيس بالمثل، هي على الترتيب يعني الأول هو عمر والثاني أسامة والثالث أحمد وقيس والرابع، بقول لي رتبيها تنازليا. أنا يا مس إيش معنى كلمة تنازليا؟ حتى أكتب لك إياها على اللوح عشان مرة واحدة ثاني مرة بصير نحلها وانت مكتوب عندك الكتاب بنحلها مع بعض على طول. انا بحب احط زي ما قلت لك بالشكل هذا عشان في عندي فواصل بلخبط بين الفاصله، عشان ما الخبط بين فاصلتي الاصليه والفاصله اللي انا بدي احطها بين كل عدد 10. 52 هاي 155 هون مس 160. بدي انا خليني احط مين اللي عندي. عندي يا مس عندي هذا اول واحد عمر، بعدين عندي اسامه الاول عمر، بعدين اسامه بعدين احمد بعدين قيس. ما بيهمني لا بيهمني، بيهمني اني ارتب صح بس مش بيهمنيش الاسماء، ما بيهمني الاسماء، بيهمني ترتيبي الصح بغض النظر عن الاسماء. بقول السؤال رتب او رتب الاطوال تنازليا، شو تنازليا؟ من الكبير الى الصغير، انا بنزل للدرجه بس من الاعلى تنازل بنزل طبعا بنزل من وين؟ الطبق اللي فوق للي تحت، صح ولا لا؟ يعني من فوق لتحت، يعني من الاكبر للاصغر. دير بالك يا رب في طلاب لحد الان ما بيعرفوا ايش معنى تنازليا ايش معنى تصافيا. اجي الاول هبدا مقارنه من اليسار، وهذا مهم جدا، من اليسار العدد الصحيح يعني واحد 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 واحد، كل الاعداد الصحيحه اللي موجوده عندي متساويه واحد صحيح، اتركها لسه بعدي ما قلت قف انه كلهم زي بعض. يجي هون سته هون خمسه هون خمسه هون سته، في تنتين سته وفي اثنين خمسه، الخمسه طبعا انا بدي اخذ اكبر شيء، مين يعني تنازليا، انا طالبه منك تنازليا يعني بين قوسين الاكبر، طالبه منك الاكبر. طيب تعالي معايا الستة والستة هي الأكبر، معناته انسي الخمسة والخمسة، يعني تعالي نقارن اللي فيها ستة، العدد ستة والعدد هون ستة، ستة ستة زي بعض، اثنان وصفر، مين أكبر شيء؟ اللي هي بتقولي لي يا مس اللي فيها اثنان، هل اثنان والصفر زي بعض؟ لا يا مس الاثنان أكبر، هي تبدأ واحد واثنان وستون من مئة هو عمر طبعا. نيجي بعد هيك طبعا اللي فيه ستة لسه أنا معدي الموجود فيه العدد ستة اللي هو جزء من عشرة ستة، جزء من عشرة ستة، هون اثنان جزء من مئة وصفر جزء من مئة، معناته اثنان هي أكبر طبعا، بديهي إني أحط إنه ستة
بستون، 61%، أو 1.6%، حتى لو شلنا الصفر بيكون نفس الحكي. أنا خلصت من الستة الأخت الأولانية والأخيرة، نيجي على الاثنين في الوسط، نبدأ نحكي إن 1 و1 نفس العدد، 5 و5 كمان نفس العدد، 5 و5 و2 آسفة و5، الخمسة هي الأكبر، الخمسة هي الأكبر، واضح نس؟ 5 هي 155 هي الأكبر. طبعا أكيد آخر شيء هتعطيني 151. هيك يا مس أنا بكل سهولة قارنت بين الأعداد الموجودة عندي. طيب بدي أضع أكبر أو أصغر أو مساوي، أنا حكتب لك إياها يا مس هون، وبعدين بنبدأ نحل. يا مس كتبت الآن هاي الأسئلة على اللوح عشان الوقت. عندي يا مس أنا سؤال بيقول لي اكتبي أكبر أو أصغر أو يساوي في هاي اللي هو المربعات. أول شيء زي ما حكيت لك وحكينا من أول الحصة إني أنا ببدأ من اليسار اللي هي 15 هون 15 15 تساوي 15، انتهى ما أقف، أبدأ أكمل 6 كمان ما أقف لأنه ما اختلف 6 ولا 1، هقول له 6 هي الأكبر، 6 هي الأكبر، هعمل أكبر شوية صغيرة عشان ما يبينش إنها أكبر بالشكل هذا، أو بحاول أحطها بلون ثاني. نيجي على هون 15 15، 7 4، يمس اختلف، 7 هي الأكبر، طلع بيمس ما يجي 2 و4. أنا ما إلي زي ما حكيت لك مش شرط يا مس إنه أنا أكون جزء من 100 هي الأكبر، لا يا مس، يا مس قلت لك ممكن يكون جزء من 10 هي الأكبر، صح ولا لا؟ من أول الحصة حكينا إنه 7 أكبر من 4، كفي وما إلي دعوة بالباقي، ما بكمل، اختلف قف. فأنا عندي هو الأكبر 7 و10. نيجي هون يا مس بدي آسفة أنا نسيت هون أكتب لك السؤال رقم 3، وين من أكبر أو وضع أكبر أو أصغر. نيجي هون 12 14، أول شيء ما بدأت بقول قف، عندي 12 أصغر من 14 أو 14 أكبر من 12. نيجي يا مس على السؤال اللي بعده تصاعدي، الآن إيش معنى كلمة تصاعدي؟ سؤال 4 طبعاً، سؤال 4 تصاعدي يعني من الأصغر، نبدأ يا مس مقارنة 0 0 0 0، العدد الصحيح مش موجود، 2 2 4 7 4 7، أصغر شيء هي الاثنان ضد بعض، لكن أنا لسه ما كملت، إذا ما اختلفوا بكمل، هون 3 هون ما في شيء 0، مين الأصغر يا مس؟ الأصغر هو 2 من 10 هو الأصغر، أشطب شطب خفيف بشكل هذا، باجي عندي طبعا بديهي إني أحط اللي هو 23 من 100، خلاص شطب خفيف. نيجي على هون، هون 7 4 7، مين الأصغر؟ لفين 4، 49 من 100. نيجي اللي بعده شطب خفيف، ضل 7 و7، و7 و4 طبعا 74 من 100، وبعدين عندي 77 من 100. بس بكل سهولة أنا بحل أسئلتي، بس إيش بتقلني بركز وأنا بحل. نيجي على تنازليا، سؤال 5 بده تنازليا يعني من الأكبر، يعني من الأكبر، يلا يا مس 2 2 2 2 2، عدد صحيح هو نفسه 2. نيجي على 5 5 7 7 3، هذول أكبر شيء اللي فيهن 7 7، لو بده الأكبر دير بالك مس، وأنت بتحلش توظف الأكبر التنازل، تحط لي هاي تصاعد وتصاعد تحط لي تنازل، نسيت والله ما انتبهت، لا بدنا ننتبه، هون 7 7، هون 1 1
وما في شيء صفر. مين الأكبر؟ هو 72 من 100. طبعا بديهي نحط 2.7 من 10 اللي هي أنا ملهاش منزلة 10 أو 10 من الصفر. شطب خفيف خفيف أجي أمسهم 5 5 3. طبعا حقارن بين الخمسة والخمسة هي الأكبر. 5 5 4 2 حتقولي لي اللي هي 54 من 100. وبديهي اني احط 52 من 100. خلصناها. مين ضايل اخر شيء؟ 233 من 100. ارجع على السؤال اللي بعده. ايش السؤال بقول لي؟ بقول لي انا حاطه لك اكبر، حاطه لك زاويه، حاطه لك اصغر، وحاطه لك بدي اخليك تحطي في المربع هون اي عدد يكون مثلا هون هو الاكبر، لانه هاي اصغر هيك هيك اكبر، صح ولا لا؟ بدي تحطي اي عدد يكون هو الاكبر. الان يا مس عندي انا الاكبر هو اول شيء العدد الصحيح هو 2. ممكن اخليها هي مين اللي ممكن اكبر؟ ممكن اكبر 2، ممكن اكبر 3، لانه هاي بده اياها الاكبر. ممكن اقول 4، 3 بدلها 4. ممكن اقول بدل 2 3. واضح؟ اي شيء بدك اياه حابدا احل لك اياه من غير اي جوله. هون عندي يساوي امس، يساوي يعني 8 بدها تكون زي ما هي، و 6 زي ما هي. ممكن احط الصفر وممكن ما احط الصفر، صح؟ ويساوي، لان لما بدي اجي اقارن 6 و6 صفر مش موجود، حط الصفر انت تحطي لحالك لما تيجي تقارن، واضح؟ نيجي نشوف برضك بدي اياها هون الاكبر. اول شيء الاربعه ممكن اخليها 5، ممكن اخليها زي ما هي، ممكن اخلي هون الاربعه 5 اصلا واثنين هي هي. ممكن ابدلها، اغير هاي او اغير اي واحده من الموجود عندي، عدد صحيح او جزء عشري او جزء من 100، ممكن اغير اي شيء. انت لك حريه الاختيار. طيب تعالي معايا نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي انه هذا العدد 13، العدد الكسري العشري 13.2 هي الاكبر. 13.2 هي الاكبر، ممكن اقول 1/10، ممكن اخليها 12 هي الاصغر، صح؟ طيب هون 5.2 هي اصغر من الموجود عندي، معناته هون في اكبر، ممكن اخليها 6، ممكن اخليها 3، ممكن اخليها 4 عادي مش مشكله، اللي هي 3/10 4/10 5/10 شو ما بدك اكتبي، ممكن تغير العدد الصحيح وتخلي 6 عادي. اجي على اللي بعده بدي يساوي 6 زي ما هي و2 زي ما هي، ممكن احط صفر بدل هون في شيء صفر، بحط هون صفر، هون في صفر بصير شيء صفر بصير يساوي هيك. يا بس انا بكل اريحيه بكل سهوله قدرت احل كل اسئلتي مقارنه الاعداد العشريه، سهل كثير وترتيبها بس بدك شويه تركيز، يعني ما بدي اشوف هذه اطلع على السريع احطها، انا ما بتستعجل. قارن من اليسار لليمين منزله منزله زي ما علمتك اياها. الان بدي تحل حل كتاب التمارين عشان تدريب لك يا مس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.